بداية شكرا لكم على هذه الاستضافة، شكرا لمثل هذه الأحداث المهمة صراحة اللي تلقي الضوء على أهم التجارب الأخيرة ودور الشركات الإماراتية في تطوير ودعم هذه المنتجات. حقيقة دورنا كشركة القدرة كان في من خلال تمثيلنا لشركة عالمية في منطقة الشرق الأوسط، شركة هاو أند هاو تكنولوجي المصنعة لهذا الروبوت، كان لنا دور مهم جدا في تطوير هذا المنتج من خلال شراكاتنا الاستراتيجية مع عدد من الجهات الحكومية اللي قادرة على أنها تستخدم هذا الروبوت وتطور بناء على احتياجاتها. فنحن مثل حلقة وصل لتطوير هذا المنتج، وكان للجهات المستخدمة طبعا من الدفاع المدني، شركات الوطنية مثل النفط والغاز شركة أدنوك، تطوير في هذا المنتج من خلال احتياجاتهم وتحديد ما هي الاحتياجات بالضبط. جميل، طبعا دوركم كبير ومستمر. خلال حديثنا خبرنا عن الخطط المستقبلية في تطوير هذه الصناعات. بكل تأكيد هنالك خطة عمل ممنهجة مع عدد من الجهات المستخدمة في داخل دولة الإمارات، خاصة الجهات الحكومية المستخدمة مثل هذه الروبوتات، لأن هذه الروبوتات تعتبر جدا مهمة في تقليل الخطورة على العنصر البشري، بالإضافة إلى تغطية شاملة لاستجابة سريعة للحرائق، خاصة أن هذا الروبوت مثل ما نشوف أنه عنده قدرة على مناورة العالية، بالإضافة إلى إمكانيات الضخمة في مواجهة الحرائق الخطرة تحديدا. وهذا يدل على شيء، فإنما يدل على حرص دولة الإمارات على أنها تلبي الاحتياجات وتكون أعلى معايير السلامة والأمن الموجود فيها.